حقيقة أنا حابة أتكلم عن موضوع إحنا كلنا فخورين بيه جدا وتحية كبيرة فعلا لدار الأوبرا المصرية على المجهود الرائع اللي بتعمله للحفاظ على الفن المصري وإحياء التراث المصري القديم بتاعنا اللي إحنا لحد دلوقتي عايشين عليه واللي إحنا لحد دلوقتي بنتعلم منه. كل مطربنا وفنانيننا في مصر والوطن العربي بيتعلموا من الفن والتراث الغنائي بتاعنا. الحقيقة إنه كان في مشروع غنائي اسمه طبعا الأساتذة، وده لأحياء الفنان الكبير طبعا الرائع مدحت صالح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وده كان بحضور دكتور خالد داجر رئيس الأوبرا ودكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. الحقيقة الهدف من المشروع ده هو إعادة إحياء التراث الغنائي بشكل حديث أو بشكل عصري بتوزيعات جديدة مختلفة بتواكب العصر، بتواكب الغنى الجديد، بتواكب الموسيقى الجديدة اللي احنا بدأنا نتعود عليها، بدأنا نحبها، بدأنا نسمعها بشكل كبير جدا، ومش بس الشباب، كمان جيل الأربعينات والخمسينات بدأ يبقى مقبل عليها وبدأ برضو يحبها. الحقيقة في إشادة كبيرة جدا يا شريف من الجمهور المصري عموما بالحفلة، ومن كتر ما هي كانت الحفلة مميزة جدا طلبوا بإعادة إذاعتها تاني على إحدى القنوات الفضائية اللي كانت بتذيع الحفلة دي من كتر روعة الحفلة. كمان مين اللي بيحيي الحفلة؟ فنان عظيم زي مدحت صالح لازم نستغل وجوده، لازم نستغل موهبته وصوته الرائع لأنه مميز جدا، وأي أغنية هو بيغنيها سواء أغانيه الشخصية أو أغاني تراث أو أي كفر هي هو بيحط بصمته الخاصة فيها. فمشروع كبير وعظيم وتحية كبيرة لدار الأوبرا. بالظبط، ويمكن أنا اللي عاجبني ولافت نظري أكتر إن إحنا زي ما أنت قلت فعلا إحنا بنحيي التراث، لكن بنحيي برضو إن إحنا بنخلي النهاردة نعمل دمج بين أيام الزمن الفن الجميل ودمج دلوقتي بين الموسيقى والمزيكا بصفة عامة دلوقتي بتطورها طبعا بتوزيع أوركسترالي، يعني نقدر نقول عليه إن هو فعلا مواكب للعصر اللي احنا فيه. وكمان مش بس كده، لا كان في طبعا يعني ملحنيننا الكبار العظام طبعا الأيام بقى زمن الفن الجميل طبعا تم إذاعة إن احنا نقدر نقول وغنى من ألحانهم حاجات كتير، زي طبعا الفنان محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي ورياض السنباطي وفريد الأطرش وبليغ حمدي، ودي حاجة حلوة. حلوة كمان إن انت تقدر تشوف في دار الأوبرا المصرية وفي حفلة زي دي تلاقي موجودين شباب، الشباب اللي ممكن تكون لسه بقى مش عارفة أو ماشيين دلوقتي في المزيكا وفي الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ما يسمى بتطور الموسيقى، ويمكن يكون في ناس كتير تحفظت ان هو في حاجات كتير لا بدأت تطلع في الآونة الأخيرة ده مش موسيقى يا جماعة او ده مش غنى او ده مش طرف. فالحلو ان احنا النهاردة بنطور الحاجات القديمة ونقدر نخلي الشباب دول اصلا يعرفوا ويسمعوا كل اللي كان بيدور ويعرفوا كمان التاريخ والفن كان صح. عامل ازاي زمان. هو الفكرة في ايه؟ في الاندماج، يعني ما ينفعش نفضل طول الوقت مركزين ودايما بنتكلم على فكرة الفن القديم اللي هو عظيم طبعا جدا، وان احنا بنهاجم اي نوع جديد من الفن والموسيقى تطلع تبقى مستحدثة او الناس بتبدأ تسمعها. لازم يحصل نوع من انواع الدمج عشان نقدر نتعايش، نقدر ان هو نستقطب او نجذب الشباب اللي بيحب يسمع الراب او التراب او اي نوع من انواع المزيكا او حتى المهرجانات. ما هو لما في نوع مهرجان مثلا بيتعمل بطريقة راقية وبكلام راقي وبتوزيع حلو الأغنية بتنجح وبتعيش وبتبقى زي الأغاني بتاعت مثلا عدوية اللي احنا كانت زمان بتتهاجم، بس دلوقتي احنا لما بنسمع أغنية لأحمد عدوية بنعمل ايه؟ طبعا. بنقول لأ دي يعني من الروائع، صح ده حقيقي، من التراث بتاعنا الشعبي كمان. فما فيش مشكلة أبدا إن احنا نحاول نستوعب الشباب، نستوعب المزيكا الجديدة، الموسيقى الجديدة، مع بقى إن احنا نطعمها بالناس اللي عندها خبرة زي الفنانين الكبار زي مثلا مدحت صالح، زي هاني شاكر، زي ناس كتير طبعا مع حفظ الألقاب، ومع الكورال والأوركسترا العظيمة بتاعت الأوبرا المصرية اللي بتطلع كل يوم فنانين كبار جدا جدا جدا. لما بيطلعوا بره في الوطن العربي بيغنوا على مسارح عربية كتيرة جدا بيشرفونا وبيرفعوا اسم وراس مصر بشكل كبير جدا.
فالحقيقه انه لا، انا شايفه ان ده مشروع في منتهى الذكاء من الفنانين كلهم من دار الاوبرا المصريه. بالظبط زي ما انا قلت فعلا نوران، وانت قلتي ان هو الموضوع كله خارج الصندوق، تفكير نقدر نقول فعلا مواكب للعصر، حاجه حلوه جدا. بالزبط. وانا شخصيا يعني ممكن اكون في اغاني زمان مش عارفها بطبيعه سني وطبيعه حياتي وفي حاجات زي كده، لا النهارده انا قاعد بسمع حاجات حصلت في الحفله اقول ايه ده الله، وبدور اصلا على هي كانت عامله ازاي قبل ما ممكن نكون عاملين دمج في العصر الحديث مع تطور الموسيقى طبعا والاوركسترا. فدي حاجه هي عجبتني جدا وشدتني انا شخصيا، ممكن اكون في حاجات كتير زي ما انا قلت فعلا ما كنتش عارفها زمان. ويمكن في اغاني قديمه دلوقتي بتتعمل بتوزيعات جديده احنا بقينا نتعرف عليها ونسمعها ونحبها بالتوزيعات الجديده. صح. اللي ودننا متعوده عليها، وهو ده المطلوب، ان احنا ندمج الفن القديم بالفن الحديث عشان نقدر نحافظ على التراث المصري الغنائي الجميل بتاعنا. عامة كاميرا ان بوكس طبعا كالعاده كانت موجوده هناك في دار الاوبرا المصريه عشان تغطي العمل الفني الرائع ده. خلينا نروح نشوفه ونرجع.